السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل الشباب الجزائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينك دي زاد، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي اليوم إن شاء الله جبنا لكم واحد الفيديو قمة خاص بالمهرج مقزوزي الكادياس اللي اليوم تعبت معاني من البارح نحوس على الفيديو تاعه اللي قال باللي ما نحتاجوش الكواليس وحلالية وكذا. فيديو وعدلت له الفار واش قال هاد اليامات واش قال نهار ربحنا كوب دافريك وكان يتباهى ويعرف روراوا ويعرف كل شيء. جبنا لكم كاع شي كاين، غادي تشوفوا الفيديو خاوتي، ومادا بينا ابراهيم شاوش يشوف هذا الفيديو ويجي معايا في الحصه القادمه ان شاء الله ويدير معايا لايف ونهضروا عليه واش كان يقول المهرج باش نوضحوا الامور. غادي تشوفوا معنا خاوتي الفار، هذا فار شباب بزاف بزاف بزاف، تفرجوا غادي تشبعوا ضحك. ومن بعد نعاودوا نرجعوا لكم ونعطوكم المعزوزين نعطوه الحقائق ونسعد. شوفوا معنا خاوتي، شفنا كاش حاجه موشلي ولا مور فيها الحوثيه اللي هي عوامل الكواليس. اسكي الكواليس راح تخوف المنتخب الوطني، لا خاصه نعرفوا بلي ان ايطو راح يضغط من ناحيه الكرة. شوف انا خفت ايطو من الجانب هذا. علاش؟ ايطو عنده دي زومبيسيون، هو ما جاش باش يترأس لافيكا فوت الفيدراليه الكاميرونيه، هو حب يدي لاكاف، فهمتني؟ كي تسعى واحد كيما ايطو اللي عنده نفوذ، عنده بزاف معارف في 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 في, في, في الاتحاديات الاخرى وحتى في البيرو اكزيكوتيف تاع الكاف، تخاف. حنا عمار هذا لا حول ولا قوه الا بالله، ما يعرفش كره القدم، ما يعرفش الكواليس، وبوتيتر مع مجيء زفزاف هناك بصيص من الامل ما يخليوش يديروا واش يحبوا. بصح حنايا عندنا غير مقابله، تقول تهضر لي على الكواليس ما موفي اربيتراج، وما تنساش باللي هذا لا كومبيتيسيون اللي اورغانيزي با لا فيفا، دونك الحاكم لي 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 يحاول برك يحاول يكون مع الفريق الكاميروني يشوفوه يعني لا كارير تاعو بالك ما يروحش المونديال. دونك من هذا الجانب انا ما خفتش، انا خفت حقيقه ارضيه الميدان. سي فري كو لي جوار تاعنا ما يعرفوش يلعبوا في ارضيه ما تكونش مليحه. على هذيك اللي جبتك سمعت هذيك الهضرة مع هاد ناس كبار وهضروا لي فيك غير الخير الحق، قالوا لي باللي هذاك الكذباوي أكبر كذاب في الوقت اللي رانا فيه، وهذا شرف كبير ليا يعني باش استدعيتك. أي جلس جلس. نعم. جو زيدوا الماجينة شوف كيف يدك. على حساب الماجينة راه يكذب. أي دقيقة، انت راك تكلم غير البيزنس، لا غير لا. الكولسة يا ودي ما سحقيناش الكولسة، ما عندناش فريق ما نربحش. دقيقة اسمع، خليني نهضر معاك. بلاد مسلم تامن بربي، على بالك بلي كسرقة حرام. خليونا شوف، حنا في لاصيف الشامبيون تاعنا يبيعوا يشريوا لي ماتش ويروحوا يصليوا هكذا. دونك هذه لازم نحيوها في لاكاف، على بالك دينا لاكوب دافريك. انا على بالي واش نقول ابراهيم، ديناها بالحلال والله حلال صح. المكتب الفيدرالي اللي فات لا كاليفيكاسيون تاع لاكوب دي موند مشريه، الله يهديكم. ما تخليوناش نهضروا، حنا كي كنا نلعبوا كاين دي جوار قال هذا اعطي له بالون وحده، هذا دير له ميسيون وحده، ما تجيبش اربعه. اسمع الاولى نقاش ابراهيم، يكون نقاش معليش، اسمع نقاش لا يفسد. اسمع انا قدر روحك، لا نهضر وحدي، نهضر وحدي، انا نهضر الحقيقه. انا ما نبيع لي ماتش، ما نشري لي جوار، خليونا نتمسخره. ما تعايرونيش، خليونا نتمسخره. صح صح، اسمع غير الموضه. لا لا بصح لا 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 لا، ديروا له ميسي وحدي، انا يحبوني الشعب، انا يحبني الشعب، نهضر في ريسي. انا ماشي منافق، قطع لي ديفوا مصطفى، قطع لي ديفوا، هو يمزح فقط. ديفوا قطع، انت ماشي اونسيان جوار بارك، انت ماناجير راك تبيع وتشري في لي جوار. ما نبيعش ونشري، انت راك دير في الكوميرس. مصطفى معزوزاوي ديلونسي، معليش ديلونسي، معليش مصطفى معزوزي فقط، دير له ميسي. او قال كلمه شابه، قال لك بطوله، بطوله وحنا لبنا ما نكذبوش على الناس، مليحه البطوله فيها لي دوسو، فيها لي دوسو وفيها كوره. واش تقول انا كونتر عليك؟ وعلى بالنا. اسمع كاينه حاجه، كاينه حاجه، هو قطعني دو فوا، ما شافش روحه، هو قطعني دو فوا نورمال. معليش معليش، خلينا نشوف النقاش. حنا نهضروا دوكا، المكتب التنفيذي تاع لاكاف
يساعدك غير في ليكيب ناسيونال يوما في لي كلوب. كيفاش يساعدك؟ يطبق القانون. علاش يساعدك؟ وعلى الرجاء ما بس كيفاش يساعد يطبق القانون؟ كاين لي ريغل مون جينيرو طبقوا لي ريغل مون جينيرو. علاش ما تاكوش بيناتي؟ علاش تدخلونا الحرام بالسيف؟ علاش ما تاكوش بيناتي الاربيتر الرجاء؟ لا احقرونا معليش كاين ربي معليش كاين ربي بارك الله فيك خلاص. اما لا شوف لكن ابراهيم شاوش انا نتفق مع معزوزي انك راك تدعو اننا لازم نكون لا واش معناتها انه تكون انت جيت من السويس وهو جا من النرويج وغير انا جيت من الافريك وانا ماشي علاقه بالنرويج ولا السويس هل براهم احنا خاطر يا اخي شوف شفنا كاش حاجه مسلي ولا مور فيها ولا خاوتي شفتوا اختي وخاوتي البار واضح وضوح الشمس الاولى يقول خفت راني خايف من الكواليس ويتناقض في بنته يقول لك انا خايف من الكواليس واني خايف من كذا ويطوفور في افريقيا وعنده معارف اللجنه التنفيذيه الكابيري اكزيكوتيف وعنده معارف في افريقيا واتحادات ومن جهه يقول لكم ان الفيفا هي اللي غادي دير والاربيت يخاف قلنا لكم ونعاودوها الاربيت من يخدموا لك يخدموا لك اربيت في الكارتون روج في لي كونفرون في صوالح وفين يدير لك اربيت اونات هنا في الجزائر ما راهش يعاون فيك راه يحمي في الكاميرون لازم دير اربيت اونات في الكاميرون. ها خوتي قال بلي انا نبكي على الكواليس وجاس باغي نتمنى هذا تاعنا زفزافي يرقع ما يمكن ترقيعه وما نقبلش كان يقول شفتوها في الفار قال لك اخويا ما سحقيناش الكواليس وطافي مع ابراهيم شاوش ابراهيم شاوش نحتاجوك لازم ترجع معايا ونردوا على هذا الفيديو قال لك ما نحتاجوش احنايا ما عندناش فريق ما نربحوش قال لك ما نبغوش الحرام قال لك انا صافي وانا يحبني الشعب اش حبك انت الشعب امي سي با نورمال انا نشوف في لي كومونتير الشعب يكرهك مليار مهرج تاع التهريج ليس لك العلاقه مام قبايل بني عمك ما يبغوكش ملار داخل كان خارج فيك اللي نحييه انا ملار والله الاخر خارج فيك ها دروك راك تلعب معايا ريشان يا عسرا الكاف قال لك كوب دافريك جبناها بالحلال وما سحقيناش واخويا وقال لك وقت الوراو كان يشري وكان يدير ودانا كوب ديمود مشريه دروك راك تحوس على الشري دروك راك تحوس على الكواليس على بالماضي عنده عندنا فريق ما عندناش فريق ما تكاليفوش ما خصناش كواليس خويا تبعوكم نتوما ها كيما تحبوا نتوما اسكو اللعب تزير ها يوم الحال من المحال قالهم انا يا الشعب يبغيني قالهم معزوزي قالهم انا ندينونسي الفساد انت ندينونسي الفساد انت درت شي تلزت شي الي روتور وما تخدم الاجوندا مازال طايح على عمارة باسكو تخدم الاجوندا تاع سطيوش تكذب عليا في وجهي يا المهرج كما انا عارفكش يا قال لك معليش خليهم يحقرونا كاين ربي قال لك احنا خاطينا الحرام احنا خاطينا الكواليس ما نحوش على الكواليس دوكا ما تهضروش على الكواليس نتوما واقرانك ما تهضروش على الكواليس احنا من حقنا نهضروا باسكو على بالنا نتوما اللي حرمتوا الناس وحرمتوا الناس اللي كانت باغيه تجي تخدم تحمي حقوق الجزائر في افريقيا ومنتخب الوطني ثم قلتوا لا وعمرتوا راس بالماضي وبالماضي تمشى لكم العام اللي فات تمشى لكم للاسف ها انا خاصو فيها عماره الفاف ضعيف خاطرش نتوما حبيتوا تجيبوا مهم سكاره ها السكاره تاعكم ما عندكمش الحق تهضروا هو معزوزي قال لك يحبني الشعب وقلب الاخر قال لها نطيح النيفو عندها الصح ابراهيم شاوش من قلب اللي قال لك بلي انت يديروا لك حصه وحدك باسكو انت مهرج والله لا عندك صح يا ابراهيم نحييك راني مده توحشناك ما من المشاهدين تاعنا توحشوك واه اللي يحبني الشعب والله العظيم لا تفضح يا مهرج قلت لك بلي نجيب لك الفار وهذا الفار جاب لك الرقاد ومازال نزيدك يا مهرج التهريج يا الكادياس اللي طيح بلي ما تاعنا طيحت لي انا بيما وفي ميلتي وصوالح والله ما نقسم بالله طيح مني ديال نشويك كل ايام وبيننا يا المهرج تحيه لكم خاوتي اونتو ديفرانجيري وان شاء الله عجبكم الفيديو.